السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء متابعين قناة الشارقة الفضائية، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج تقدر. يعني الجو الصراحة الجو يقولون دائما الخضرة والماء والوجوه الحسنة اللي تابع البرنامج. كنت بقول وجه الحسن بس ما يصير يمدح نفسي، بعد يقولون مذيع يمدح نفسه وفي رمضان. لا لا، على العموم حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب مستمتعين بمهمات برنامج تقدر، ونتعرف بعد من خلال هذه المهمات على الأماكن الجميلة اللي تحتضنها الإمارة الباسمة. اليوم متسابقنا عبد الله تقي. عبد الله مهمته متعلقة اليوم مشاهدينا يعني الإمارات، دائما إمارات الخير وإمارات السلام والمحبة، واليوم الجنسيات أكثر من 200 جنسية تتعايش في سلام ووئام في أرض الخير والمحبة دولة الإمارات العربية المتحدة. المهمة متعلقة بعدد الجنسيات مشاهدينا، ما بخبركم شو هذه المهمة، عبد الله راح يعرفكم عليها من خلال الظرف اللي راح يسلمه إياه زميلنا أحمد. خلنا نتصل في عبد الله ونشوف شو وين مكانه وشو ردة فعله عن المهمة. هذا عبد الله. ألو ألو، هلا إسماعيل، كيف الحال؟ ساك طيب؟ تمام ربي عافيك، يعطيك العافية. وين دارك؟ أنا حاليا موجود في الشارجة، أنت وين؟ أنا انتظرك عند واجهة المجاز. زين وين المهمة؟ راح تلتقي بأحد أفراد طاقم البرنامج اسمه أحمد. أحمد راح يسلمك الظرف اللي فيه المهمة. إن شاء الله بروح له الحين. عبد الله تقي رجل المهمة الثالثة في البرنامج. يتميز عبد الله بالتفاؤل مهما بلغت صعوبة المهمات. يتمتع بروح رياضية عالية تجعله يتقبل أي مهمة رغم صعوبتها. عبد الله اليوم يسعى جاهدا لأن يقول في نهاية المهمة أنا قدرت. عبد الله أنا حاولت ألعب في أعصابه، يعني في أول مهمة من مهماته ما راح أكون موجود معاه، فراح يستلم المهمة من زميلنا أحمد ياسين، ومهمته مهمة جميلة الصراحة. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية. هلا. بغيت أعرف مهمتي. تواصلت مع إسماعيل قال بتحصل إن شاء الله مقابل واجهة المجاز المائية. تفضل. أعزم 10 أشخاص من جنسيات مختلفة في مطعم إيطالي بواجهة المجاز المائية. طيب. مقابل مبلغ 500 درهم. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يلا شد حيلك. إن شاء الله. بايلا. بو. ما عندنا أي شيء ثاني. تمام. يسرك. سلم زميلي أحمد المهمة، وفي طبعاً القرب من واجهة المجاز، ووصل واجهة المجاز طبعاً في مجموعة من المطاعم، لكن نحن اخترنا له مطعم إيطالي يأكل بيتزا باستا، يعني المأكولات الإيطالية. بسم الله، مهمتي اليوم في مطعم إيطالي، وأعتقد المطعم الإيطالي هو بيكون ومتأكد إن شاء الله هو مطعم بيزارو، وراح يكون في واجهة المجاز المائية. البحث عن 10 أشخاص من جنسيات مختلفة يمكن الموضوع شوي صعب يكون، لكن إن شاء الله أقدر على المهمة أنا. بسم الله. المهمة مو في اختيار المطعم لأنه هو معروف، لكن المهمة أنه يحصل 10 أشخاص ويعزمهم، والمبلغ 500 درهم. فيا ترى هل راح يقدر يعزمهم؟ بكفيل المبلغ؟ ما بكفيل المبلغ؟ هذا الشيء اللي راح تشوفونه اليوم في الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله أول خطوة نبحث فيها عن المطعم، وبعدها إن شاء الله نبحث عن 10 الأشخاص اللي راح يكونوا متواجدين معاي بإذن الله في المطعم. أعتقد المطعم بيكون أول مطعم من الجهة اللي على اليمين. مطاعم كثيرة هنا في واجهة المجاز المائية، وأعتقد أعتقد أعتقد إنه في أول مطعم من الجهة اللي موجودة على اليمين. طبعا المهمة فيها تحدي، والتحدي هو 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، من الهند، من مصر، من السودان، من أي جنسية، لازم يقنعهم منهم يقعدون كلهم على طاولة واحدة. وهاي حلو في إمارة الشارقة اليوم، يعني مجموعة من السياح ونجمعهم في طاولة واحدة يسولفون ويتبادلون من المعلومات والثقافات. والشارجة دائما تجمعنا، ويا رب دائما نجتمع على خير. وعبد الله
لازم المهمة هذه تتم بنجاح وتبيض الوجه، ها ما تعزم زوار الشارجة أي شيء، لازم الأكل يكون طيب. الخطوة الأولى وعرفنا المطعم، مطعم بيزارو هو المطعم الإيطالي. الخطوة الثانية اللي هي العشر أشخاص، هاي شوي صعبة لأن جنسيات مختلفة، لكن في إمارة الشارجة وفي واجهة المجاز كونه مكان ومعلم سياحي، فإن شاء الله بنحصل على عشر جنسيات مختلفة. قربنا نوصل المطعم، اعتقد هو في الجهة اللي موجودة هي جولد ستون، ذلك تيم هورتنز، سكسبير، اعتقد هو اخر مطعم على الجهة اليمين. وصلنا لمطعم بيزارو. السلام عليكم. هذا مطعم بيزارو ايطالي الاصل صح؟ ايطالي؟ مسكو حبيبي. وصلنا مطعم بيزارو. اول شيء ان شاء الله راح نجهز طاولات. السلام عليكم. هاي بوس هاو ار يو؟ كان يو ميك فور مي ريدي تيبل فور 10 بيرسون؟ Yeah, I have a mission from Sharjah TV. I come in and I bring 10 person from outside to eat the lunch here. Okay? Okay. Make it ready and I coming again. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله. أنا في برنامج في تلفزيون الشارجة. محتاج أشخاص من جنسيات مختلفة أعزمهم على المطعم، فأتمنى تشاركوني عشان أنجح في هاي المهمة لأن في وقت محدد عندي. من وين؟ مصر. هذا مصر واحد. مصر. يا طلع وزنه. From where؟ إنديا. إنزين. الهند ومصر. نيبال. ثلاث. هند. يعني عندنا هند ومصر ونيبال. ممكن تتفضلون في المطعم لي ما أخلص لأن أبحث عن 10 أشخاص أنا. تمام؟ تفضلوا بس في المطعم وياكم ان شاء الله ما بتاخر عليكم، بس ابحث عن 7 اشخاص زياده لاننا اكتمل العدد لعشر اشخاص. في انتظاركم، بس اتمنى تكونوا متواجدين. انا مجهز ان شاء الله 10 كراسي تفاهم مع المطعم وان شاء الله بكون جاي لكم ان شاء الله في اقرب وقت. حصل مجموعه من الاشخاص وباقي له بعد، باقي له عدد بعد معين. هاي هاو ار يو؟ فاين؟ سبيك انجلش؟ No, not bad. No, bad. Okay, I have mission from Sharjah TV. I have mission to come with me to eat the lunch with me in the pizza or restaurant. You can come for with me or no? Thank you, boss. Okay, you. Welcome. Assalamu alaikum. يعطيكم العافية، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ طيبين؟ أنا عندي مهمة في برنامج اسمه تقدر من تلفزيون الشارجة. لازم يكون معي 10 أشخاص من جنسيات مختلفة متواجدين معي في المطعم. حصلت على 3 جنسيات، أدور 7 جنسيات مختلفة، حصلت على نيبال والهند والمصر. ففي واحد منكم غير هذه الجنسيات الثلاثة؟ خربت عليه. أردني، ممكن تتفضل وياي؟ إذا ممكن، في هذا المطعم، داخل في هذا المطعم وأنا بجيك إن شاء الله. أبحث عن 6 أشخاص الباقيين وأكون موجود معاك. حلو، يعني قاعد يقنع اللي صادفهم انهم يجون يتغدون وياه. بس هل يا ترى يعني الناس اللي اخترتهم اول شيء بيتمون بينتظرونك لما تجمع 10 اشخاص او لا؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيب؟ في امورك سامح؟ احنا خربنا عليك رياضتك. انا عندي مهمه، لازم اعزم 10 اشخاص من جنسيات مختلفه في مطعم بيزارو، وعندي وقت معين لازم اخلصها في هذا الوقت. ممكن تشرفني ولا صعب؟ من وين بس اول شيء؟ لان لازم جنسيات معينه. فلسطين احتاجك لان ما عندي فلسطيني. تمام، في بيزارو تتفضل داخل وانا ان شاء الله بكون متواجد معك. تمام. يا سلام، حلو. يعني قاعد يحصل بعض الجنسيات. زي خرب على الرجال رياضه يسوي دايت، تعبان على نفسه يسوي دايت وعزم على بيتزا وباستا. حصلنا فلسطين، مصر، الهند، نيبال والأردن.
باقي 5 جنسيات، واعتقد الحل اذا اروح للمسجد بحصل جنسيات مختلفه كونهم طالعين من صلاه العصر. كان المفروض اجيك متنكر عبد الله. عدد الجنسيات. اسرع يا عبد الله. يمكن الناس اللي قاعد اللي خبرتهم يعني يهم واحد يتصال ولا شيء ويروح عنك. هاي بتم في هاي الدوامه انت؟ طيب شو امورك؟ شو صحتك؟ من وين ما شاء الله؟ انا من فلسطين. من فلسطين. انا كنت احتاجكم هم بس عندي شخص من فلسطين فما اقدر اكرر الجنسيه. الله يوفقك ان شاء الله. مشكور حبيبي. ان شاء الله يعني حصل كم من واحد من فلسطين الحبيبه ولكن للاسف. تمام. How are you? Can you come with me to Bizarro restaurant because I have mission and to eat lunch with all us. I'm sorry. Sorry? Okay, no problem. Thank you. Thank you. الحل إني أروح المسجد كونه منتهت صلاة العصر بحصل عدد كبير. وهذا أفضل حل. لأن هذا الوقت مستحيل أحصل حد هني. شكله تعبان مشان تعب. إن شاء الله إن شاء الله عندي وقت كافي. عنده نظرة ثاقبة من بعيد. أكون في واحد فوق البناية. أنت من وين؟ أنا من الإمارات. أوكي تعال أزمنك على الغداء. شكله كذي آخر شيء مستوي. لا دام إنه يتكلم بالتلفون ما باللعوزة. يا طيب أنت يا طيب القلب وينك؟ السلام عليكم. شو أخبارك؟ طيب من وين أنت؟ وين بلاد؟ باكستان. يقدر يجي معي هني في بيزارو مطعم ايت لانش غدا اكل. انا في مهمه ميشن. اي هاف ميشن فروم شاردة تي في اند اي ونت تو وين اندر ذس ميشن بيكوز ذات اي ونت تو كم وذ مي. كان يو كم؟ نو بروبلم. اوكي هير ان بيزارو ريستورانت. اوكي اوكي. حصلنا من باكستان. باجي 4 جنسيات. اوكي شور اي ويت يو ان ذا بيزارو. ها بيزارو ريستورانت. شور يو هاف ذير يو هاف تيبل سيت اي ام كامينج. اوكي اتشا اتشا. باجي 4 جنسيات. يلا زين. هاي هاو ار يو؟ فاين. يو ار فروم وير؟ فروم كينيا. كينيا. اوكي نايس نايس تو ميت يو فيرست. I have mission from Sharda TV. Okay. It's a program. His name Arabic word. تقدر. Okay. You can. Uh-huh. Okay. And I want come with me to Pizarro restaurant. Okay. Okay. To eat with me. I'm fasting today. Okay. Yeah. Can you come? Why not? Okay. Thank you. I wait me there in the restaurant. Pizarro restaurant. Italy. Pizarro. Pizarro. There. Okay. 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 Wait me. Okay. Because I have to take 3 more. Okay. 10 person. Okay. Okay. جنسية كينيا يعني استغربت من الجنسية بس ما شاء الله. يعني في الشارجة لا تستغرب ما شاء الله ودولة الإمارات لا تستغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. من وين ما شاء الله؟ من السودان. من السودان. طلب بسيط. عمري غالي. ما تردون أهل السودان طيبين وما يردون. عمري غالي. عندي مهمة أنا في مطعم في زارو مجرد غدا بسيط تكون معي عشان أنجح في المهمة لأن عندي وقت معين 10 جنسيات مختلفة ومن السودان ما عندي ولا شخص. للاسف عندي دوام الحين. يعني صعبة؟ لو 10 دقائق دوامك اهم. انا معك. الله يوفقك. يعطيك العافية. اتوقع لو ما كان مع دوام ما بيقصر وياك. موقع متميز النطاليين. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب؟ كيف حالك عمي؟ بخير ان شاء الله. من وين ما شاء الله؟ من فلسطين. من فلسطين. انا كنت بدعوك لمهمه لكن عندي جنسيه فلسطينيه وما استطيع. ماشي. الله يوفقك عمي. حبيبي. نمسا. قمنا نحصل جنسيات متكرره، الحين اصعب شيء وصلنا 7 جنسيات. باقينا جنسيتين. هذا افضل موقع اعتقد. السلام عليكم. من وين ما شاء الله؟ أوزبكستان. عندي طلب، أنا أدور على جنسيات مختلفة وأعزمهم على مطعم، هذه عندي مهمة خلال وقت معين لازم أنجزها، فما عندي شخص من أوزبكستان وأنا أتشرف إني تلاقيت شخص. شو المطلوب يعني؟ المطلوب تيجي معي المطعم لمدة 10 دقائق نتغدى وخلاص، بس لا أكثر ولا أقل. آه
عندي أصدقائي ممكن هم عندهم وقت ما بعرف. أنا أحتاج شخص واحد بس، لأنه ما يسوي أكرر الجنسية. أنا عندي 7 جنسيات، أنت 8، وأنا عندي وقت محدد. لو 10 دقائق تشرفني مطعم بيزارو الإيطالي. بس أنا أسأل. أسأل وأنا أنتظرك بأسرع وقت. شخص واحد أحتاج لا أكثر. And I have mission. I bring 10 person from another country, not same country. Like I have now Palestine, Egypt, India, Nepal, Jordan, Pakistan, Kenya. Now Uzbekistan, I don't have any person from Uzbekistan. I want one person to come with me to eat the lunch. That's it. Only one. But I'm not from Uzbekistan. From where? I'm Uyghur, from China. Okay, China. You have China. Also come with us. Now, this is good for me. This is very good for me. Can you come? There is bizarre, only 10 minutes. You can eat the lunch and after that finish. Okay? Inshallah. Inshallah? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I wait you there. That I have time, okay? Pizarro, مطعم إيطالي. هذا اللي على اليمين. أنتظركم. أنتظركم أروح معاكم لأن أنا عندي وقت. أنا فاضل لي جنسية واحدة واكتمل. يا رب بس يا ربي يونا أحس إن مترددين. أحس وايد مترددين. السلام عليكم، شو اخبارك؟ من وين انت؟ من وين؟ الجزائر. بدك تتغدى معانا ولا تخاف؟ ترى نحن برنامج في التلفزيون، بناكل غدا وبنرجع، شو رايك؟ تمام؟ من التلفزيون شوف كلها كاميرات، تمام؟ ففرصة بتكون هذه حقي، ان شاء الله ما يتاخر علي بس اختفى الولد، بيأخرنا. جنسية واحدة فاضل لي، جنسية واحدة فاضل لي، جنسية واحدة فقط. السلام عليكم، يعطيك العافية. رياضة مهمة في الحياة. طلب بسيط، أول شيء من وين؟ من لبنان. من لبنان. طالب منك خدمة بسيطة إذا ما تردني، وأهل لبنان ما يردونا دائما. أنا عندي مهمة في مطعم بيزارو، لازم أحضر 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، فاضل لي آخر جنسية وما عندي لبنان، فتشرفني ممكن؟ شوفي غداء بسيط، خذ لك اكل هذي. ما في، انا باني ابدا لو 10 دقائق، لان انا عندي مهمه واحتاجك صراحه. ما في ابدا هون. ابدا 10 دقائق، لان ما عندي الجنسيه اللبنانيه. خلاص يعطيك العافيه. شكرا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، شو امورك؟ شو صحتك؟ والله الاسم كريم. فهد جبران. ونعم فيك اخوي فهد. من وين ما شاء الله؟ انا من سوريا. سوريا، يا سلام، انا ما عندي حد من سوريا، نتشرف في سوريا. الله يخليك. انا اتمنى تتواجد معي في مطعم في زارو. عندي مهمه اني احضر 10 اشخاص من جنسيات مختلفه، وانا ما عندي ولا شخص سوري. فاتمنى تكون موجود معي هنا في مطعم في زارو الايطالي. انا عم بسوي رياضه يعني. لو 10 دقائق بعد بجي. المشكله انا عقب ما انا عندي وقت معين، انا ادري جاي في وقت غلط في وقت رياضتكم، بس عندي مهمه اذا ممكن. والله بالشرف. اذا ممكن، ممكن او لا صعبه. والله يعني هلا وقتي للرياضه. خلاص تمام، انا ما اقدر اجبرك على شيء. الله يحفظك. شكرا. يلا. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ طيب. السلام عليكم. مرحبا بالشيخ، كيف حالك؟ طيب. من وين ما شاء الله؟ من العراق. ونعم، طالب منك طلبه. تفضل قلبي. كون متواجد معي في مطعم بيزارو، عندي مهمه احضر 10 جنسيات مختلفه في هذا المطعم. زين. كم؟ واعزمكم الحين 10 دقائق، ما بنطول، بناخذ الغداء ونطلع، لان عندي مهمه. شو بس؟ انا عندي شغل بعد مهم. 10 دقائق ما بنطول، ما اسمحوا لي هالفتره عشان خاطري. زين، شو الاسئله؟ خبرني. ما عندنا اسئله، بس تقعدون معي في مطعم بيزارو نتغدى وبس، انا انجح في المهمه، هذه مهمه في برنامج اسمها تقدر. ابى انجح في هذه ان شاء الله. انتظرك حاليا، انا اليوم عندك جهزت العشرة؟ الحين العشرة مجهزين، اخر واحد العراق. تفضل. يلا صديقي. يلا حبيبي. يلا. ترى هاي هي قصة البرنامج، في نفس الوقت اكون صريح وياك، معطيني مبلغ معين. فان شاء الله احاول نبلغكم هذا الشيء ان شاء الله، ونكون ناجحين في هاي المهمة. وبرنامج اكيد راح يعرض في فترة رمضان وبتتابع نفسه. هذا مطعم بيزارو. بس. نتأكد الأشخاص كلهم متواجدة. يا سلام على عبد الله، قدر يجمع 10 أشخاص على مائدة الغداء في سلام وحب و هاني وعافية، هاني وعافية الصراحة. بس اللي عزمتهم يعني إن شاء الله يطلبوا مائدة ويخسرون، ما تكفي 500 درهم. واطلب لي شوية باستا تشيكن دي اي مع مشروم ومكسوس وبروكلي لو سمح،
وقطعت بيتزا بيتزا تشيلي. وعبد الله بعد لا تنسى الله يخليك عصير برتقال بارد نفس المستوى بدون سكر. وبدت طلبات تجي وعبد الله مشاهدينا على اعصابه وقاعد يعني يعد المبلغ الحين في باله. ها بعد 500 اقل من 500 فوق 500 والله لا ان شاء الله ان شاء الله المبلغ يكون يكفي يعني. قولتهم كل مشروك مبروك، فدامك ان انت عزمت الناس يعني من طيب خاطر ان شاء الله يكفي كل مشروك. الله سوى شيء غلط، كان مفروض هو يطلب لهم يعني. يعني انت كريم بس خليك كريم بحدود يعني. المفروض تطلب لهم مثلا اطلب 4 باستا، 5 بيتزا، سلطات وعصائر للكل عشان تعرف كم تحسب. انت كم بيطلع عليك؟ انت فتحت المجال لهم. تابعوا وياي ايش راح يصير. الله يستر كم بيطلع. صراحة مستغرب من نقطة ان يعني موظفة المطعم تقول لهم شو تبون تشربون شو تبون تاخذون شو. انا يعني عندي مبلغ محدد، لكن في نفس الوقت ما بقول لهم لا او لا تاخذ هذا. في نفس الوقت يعني الكرم يعني هذا من طبعي، ما بغير فاشي لو ان هي مهمة، لكن ان شاء الله ان شاء الله اقدر بدون ما ان وقفت عليهم اي طلب هم يحتاجونه. صراحة متوتر ما يعطوني السعر وانا احاول يعني excuse me how much old how much old why please sorry, okay sorry. I went up to 500 or down sir sorry I هاي بعد لا هي اللي بتسوي لي المشاكل على فكره. هي اللي سالتهم شو تشربون شو تاكلون شو يعني. انا روحي عندي مبلغ في نفس الوقت ما بقول لهم لا. في الاول والاخير بالعافيه عليهم ان شاء الله اقدر وان شاء الله تحت ال 500 ان شاء الله يا رب. دعواتكم تجوز ولا تجوز؟ اوكي الله يستر. هل هالمبلغ يكفي او لا؟ 500 درهم لكن بالعافيه في الاول والاخير. انتظر ان يخلصون من الاكل ونشوف السعر. ما طاعوا يخبروني السعر، حاولت قد ما اقدر لدرجه انه وصلنا لمدير المطعم بعد ما طاع، بس لكن ان شاء الله خير. كل شيء بيبين كل شيء بيبين وان شاء الله بذكركم اني انا اقدر ان شاء الله ان شاء الله. ده بس صوركم بعد انا بجي صور. اوف يا سلام يا سلام ضبطت 490 سبحان الله 490 درهم مشاهدين. الحمد لله يستاهل. يا سلام اوكي ثانك يو. جزاك الله خير جزاك الله خير. ازمت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني ضبطت بطريقه مش معقوله يعني. الحظ 490 حظ يعني 10 دراهم. اللهم يعني لك الحمد كسر الصخر. يمكن الماي عندهم بعشر انا ما اعرف او عصير كنت راح فيها، لكن سبحان الله 490. الحمد لله قدرت. وقبل لا ابدا البرنامج في البدايه في المقابله في مؤسسه الشارقه للاعلام قلت لهم انا اقدر، وقلت لاسماعيل انا اقدر، وارد اقول لك يا اسماعيل الحمد لله اول مسابقه او اول مهمه وقدرت انا فيها. الف مبروك يا عبد الله واستمتعنا بهذه المهمه وجزاك الله خير. وما يبتلي الباستا والبيتزا مالي ما عليه، يمكن كان بيطلع الحساب اكثر ويبتلنا. اذا مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقه والمتسابق عبد الله تقي ادى مهمته بنجاح. نشوفكم ان شاء الله في مهمه اخرى ومع السلامه.